نزل مع مريم بعد الفداء. لقيته في السؤال طالما المسيح فداها يبقى مش لازم يتعمد. طيب يبقى في الحالة دي من الحياة كل البشر، كل البشر ولا مين اللي يخلص؟ هل لأن المسيح مات من أجلنا يبقى أوتوماتيك كل البشر في كل السماء حتى لو كانوا كويسين أو وحشين؟ تقول لي لا. أمال إيه الشرط اللي خليني أستفيد بالصليب؟ تقول لي نمرة واحد الإيمان، لأن الآية بتقول هكذا أحب الله العالم حتى نزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك إلا كل من يؤمن. طب والإيمان بس؟ لا، من آمن أعتمد أنه موجود. وبعدين آباء الرسل بعد ما موجود الصاع 50 الناس قالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح وغفران الخطايا. كل الاباء القديسين والرسل والكتاب المقدس علموا بضروره مع الانس نفسه في حديثه مع ربنا وساله كده. لكن ممكن اجاوبك بقى، طب ليه؟ مش بس ليه الكتاب المقدس قدنا، طب الكتاب المقدس قدنا ليه معبوديه؟ لان المعبوديه هي دفن مع المسيح. مش قالت الايه دي مدفونين معهم؟ يبقى انت اخذت نصيبك من الصليب ساعه ما دخلت جوه المعمودية.